السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير جميعا. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح إزاي نحمل آخر إصدار من كارت النيفيديا بتاعنا. طيب، عندنا أكيد عندنا مشاكل في بعض الألعاب. لما بنحمل لعبة وبنشغلها بنلاقي مشكلة في اللعبة، أو بنلاقي إن اللعبة بتقطع معانا أو الجرافيك بتاعها مش مظبوط. ففي الشرح ده إن شاء الله هشرح طريقة تحديث كارت نيفيديا جي فورس الاخر اصدار بسهولة جدا. طبعا عندنا اختيارين هنا في الموقع. اول اختيار، طبعا رابط الموقع هتلقوا اسفل الفيديو في الديسكريبشن، ورابط صفحة الفيسبوك بتاعتي انا. طيب دلوقتي هنا بنختار النوع بتاعنا من هنا، سواء جي فورس او اي نوع من دول. وهنا بنبدأ نختار طبعا النوع برضو، لكن انا ما بحبش بصراحة استخدم القائمة دي خالص. لكن انت لو عارف نوع الكارت بتاعك بالتفصيل تقدر تجيبه من هنا، مفيش اي مشاكل معاه. لكن الحل الافضل او الخيار الافضل انك تختار هنا اوتو ديتكت يور جي بي يو، يعني هيجيب لك الكارت بتاعك اوتوماتيكيا من خلال برنامج الجافا. طيب هنضغط هنا على اوتو. طبعا لو جات لك مشكله في المتصفح او برنامج الجافا ما اشتغلش معاك على اي متصفح عندك، سواء اوبرا او سواء جوجل كروم او سواء فاير فوكس، جرب اي متصفح تاني وان شاء الله يشتغل معاك. او حمل برنامج الجافا ونزله على جهازك وثبته، يعني عشان يبدا يشتغل معاك على اي موقع بيحتاج الجافا زي برنامج الجي فورس او النيفيديا يعني. طيب هننتظر لحد ما يجيب لنا الكارت بتاعي، اهو زي ما احنا شايفين قال لي جي فورس جي تي 620. طيب ده الاصدار الحالي بتاعي اللي انا منزله، وده اخر اصدار برضو نفس الاصدار لان انا بحدث الكارت على الاخر. طيب طبعا الطريقة دي تنفع على اي جهاز. نقدر نضغط هنا على داونلود درايفرز ونبدأ نضغط على اجري داونلود، هيبدأ نحمل معاك اخر تحديث للدرايفر بتاعك. انا حملته قبل كده. طيب عايز اقول حاجه تانية في الشرح ده، في حاجه صغيره كده في بعض الناس بتعملها او بتقول، او انا لقيت كده شرح على اليوتيوب يعني بيقول ان ايه، ان الخيار ده بيظبط لك كارت الشاشه. طيب هنشوف مع بعض كده. يا ريت ما نلعبش في اي حاجه في القايمه دي اللي هي قايمه الانفيديا كنترول بانل، لان انا بصراحه جربت على مثلا زي لعبه بيس 15 بيس 13 بعض اللعب، لقيت ان انا لما بعدل اي حاجه في القائمه دي بلاقي اللعبه بتقطع معايا، ومن غير ما اعدل عليها حاجه هو اصلا بيظبطها لي اوتوماتيك. يعني انت بعد ما تحمل التعريف الخاص بيك ما تلعبش ولا في القائمه دي ولا في اي حاجه. ممكن بس حاجه بسيطه انك هنا تختار تضغط هنا على يوز ماي بيرفرنس، وتختار هنا على اخر حاجه اللي هي الكواليتي. لو عايز انك تشغلها على اخر حاجة او تشغل الكارت باقصى جهد زي ما احنا شايفين تقدر تعملها على اخر حاجة، لكن انا برضو بفضل ان انت تخليها زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجة خالص. تمام، حتى هنا ما تلعبش في حاجة ولا هنا ما تلعبش في حاجة، ما تلعبش في اي حاجة خالص، لان ده هيسبب لك بطء في الالعاب او تقطيع في بعض الالعاب، حتى لو في لعبة اشتغلت حلو واللعبة التانية مش هتشتغل حلو. كده وصلنا لنهاية الشرح، عرفنا ازاي نحمل كارت او اخر اصدار من كارت النفيديا بتاعك بكل سهوله. عرفنا طبعا ازاي نشغل برنامج الجافا. لو مش عندك هتقدر تحمله من الموقع الرسمي بتاعه، هسيب لكم الرابط بتاع الموقع الرسمي بتاع برنامج الجافا وموقع النفيديا او تحميل الدريفرات. طبعا قلت لكم لو جات لك مشكله ببرنامج الجافا على اي متصفح، جرب على جوجل كروم على فايرفوكس او على سبارك او على اي متصفح وان شاء الله يشتغل معاك. بس شوف اللايك والشير، يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.